Bonjour mes chers élèves, مرحبا بكم في لاشين ديالي كور دو فرونسي فاسيل. كيف العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتكليكيو على لو بوطون سابوني مع الجرس باش ديما تبقاو توصلوا بالجديد. كوم سا غادي تبقاو تزيدوا تشجعوني انني نزيد نحط لكم دوتغ كور. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بواحد لو كور اللي مهم بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه اعدادي. خاصنا نعرفوا بعدا علاش هذا لو كور مهم، حيت كيشكل نقطة البداية في المقرر بالنسبة للأسدس الثاني. كيف ما كنعرفو جميع، المحور الرئيسي ديال هاد الدورة بالنسبة للتلامذ اللي كيخدمو بالمانيويل لو فرونسي وكوليج فكان هو لو تياتر. ان شاء الله في لي فيديو الجايين غادي نحاول نزيد نبسط ليكم شنو هو مفهوم لو تياتر، يعني المسرح بطريقه بسيطه ومشروحه باللغه العربيه، شنو هما المميزات ديال اون بيس دو تياتر، لي كاركتيرستيك ديالو، لو ليكسيك دو تياتر، لي ديداسكالي، لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور ايتترا. لكن موضوعنا اليوم، وكيف سبقت وشرحت لكم، موضوع مهم او لا درس مهم، وخاص كل تلميذ في السنة الثانية إعدادي يكون فهمه بطريقة جيدة. علاش؟ حيت كيف قلت لكم فهو لو بوان دو ديبار، يعني نقطة البداية واللي غادي تزيد تخليه يفهم لي دوطغ كور اللي جايين. دونك لو كور ديالنا اليوم هو التعرف على هيكلة نص أو رواية مسرحية. Identifier la structure d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire شنو هما les étapes اللي كيشكلوا لنا هاد الهيكله. حيت كيف ما كنعرفوا جميع، كل نص مسرحي او لا روايه مسرحيه كتبع واحد مجموعه من المراحل اللي خصها ضروري تدوز منها، والشيء اللي غنتعرفوا عليه اليوم. خليكم معايا، نبداو على بركه الله. لا بيس دو تياتر سوي جينيرالمون لا ستركتور سويفونت. دونك كل نص مسرحي لازم يمر مجموعة من لي فاز، مجموعة من المراحل اللي غادي نتعرفوا عليها جميع. اولا لا سين ديكسبوزيسيون، ثانيا لو نو، ثالثا لي بيريبيسي، ورابعا واخيرا لو دينومو. لو فوز انكيتي با، حيت غادي نحاول نبسط لكم كل مرحلة على حدة. نبداو بلا بروميير ايتاب، لا سين ديكسبوزيسيون، واللي كنقصدو بها البدايه. كيف ما كتلاحظوا جميع، اكسبوزيسيون جايه من لو فيرب اكسبوزي، يعني كنبريزونطيو كلكو زيليمون واللي غادي تعرفوا عليهم. دونك لو بروميير بوين سي لا سيتوياسيون انيسيال دون بيس دو تياتر. دونك هي نقطه البدايه ديال نص مسرحي. ال كوريسبون او بروميير باج، كيف ما كتعرفوا البدايه ديال كل كتاب ماشي بالضروره نص مسرحي، فضروري كنبداو بلي بروميير باج، بالصفحات الاولى. Il donne tous les renseignements nécessaires à la compréhension de la pièce, le lieu, les personnages, le temps, l'époque et l'intrigue. كيف ما سبقت وقلت لكم، exposition جايه من الفيرب exposer، يعني présenter. كنحاولوا نقدموا quelques éléments اللي هما le lieu، المكان، les personnages، الأشخاص، le temps، الزمن، l'époque، و l'intrigue، يعني المؤامرة ولا واحد الحبكة ديال النص المسرحي. يعني انطلاقا من هاد المرحلة كنحاولو نتعرفو شنو المؤامرة اللي غدور بين لي بيرسوناج، لكن ماشي بطريقة متعمقة. باختصار ضروري خاصنا نفهمو هاد لا سين ديكسبوزيسيون او لا بدايه. علاش؟ حيت هي اللي كتساعدنا اننا نفهمو بقيه الروايه المسرحيه. نمشيو دابا لا دوزيام ايتاب، واللي هو لو نو. دونك ايل كونستيتو لو سنتر دو لانتريغ، لو بروبليم ا ريزودر. ديجا لو مو نو كيعني لينا العقده، دونك مشكل غادي يطرا ما بين les personnages, mais bien les achats. Le deuxième point, c'est l'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action. Mais je m'en rappelle mes chèques, les ketchklina, ou had l'hajiz, ou btali, ma radish n'kadro, t'bro, t'sal sul ahdat. Donc, n'kadro golo, b'li f'had l'étape, ou la f'had l'marhala, b'li la situation l'wadaïa reste bloquée. من بعد ان شاء الله غادي نزيد نحاول نعطيكم لي ديتاي ديال كل ايطاب في لي فيديو الجايين.
نمشيو دابا لا تروازيام ايتاب واللي هي لي بيريبيسي. اشنو كنقصدو في نظركم بلي بيريبيسي؟ سو سون لي زيفينمون كي فون افونسي لاكسيون، مجموعه من الاحداث اللي كيخليونا نتبعو مجرى مسرحيه. Aussi appelés les coups de théâtre. Ce sont tous les événements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action. Ce qui est lié à l'amour de l'amour, c'est le coup de théâtre. C'est-à-dire, un unsur, un élément qui réagit à l'éclipse de la vie, le masterahia, et qui essaie de modifier la vie. واحد لو شونجمون واحد التغيير، وبالتالي في هذه المرحله كنقلبوا اننا نلقاو لا سوليسيون، يعني الحل للمشكل اللي سبق وتطرح في ليطاب ديال لو نو. فينالمون كنوصلوا ليطاب ديال لو دينوومون. شنو كنقصدوا بلو دينوومون؟ سي لا فان دو بيس دو تياتر، نهايه ديال المسرحيه ديالنا. ال كلوتور لانتريك كتحاول تلقى لينا واحد الحل، ولا بصيغة أخرى كتسد لينا ديك المؤامرة اللي سبق وتحلات في الأول. سي لو مومون أو تو لي كونفلي سون ريزولو، يعني في هاد المرحلة كاع المشاكل اللي كانوا عندنا لقينا لها حل. ريزولو جاية من لا ريزوليسيون دان بروبليم، سيتادير أون تروفي أون سوليسيون بوغ لو بروبليم بوزي أو ديبي. أو تو لي زوبستاكل إي توت لي ديفيكولتي سون سيرمونتي، يعني كاع الحواجز والصعوبات اللي لقينا تفكات وتحلات. Le dénouement fournit des indications sur le genre auquel appartient la pièce. بالتالي إلا كانت عندنا اون فان هوروز فهنا كنهضرو على لا كوميدي، إلا كانت عندنا نهاية سعيدة فكنتكلمو هنا على لا كوميدي، هذا هو لو جونغ. أما إلا كانت عندنا نهاية حزينة وفيها مجموعة من المعاناة والمأساة وممكن تنتهي حتى بالموت ديال شي شخصية مهمة عندنا في لا بيس، فكنسميوها اون تراجيدي. جيسبر تكونوا فهمتوا دابا علاش قلت لكم بلي لا ستركتور ولا لا ديسبوزيسيون دون بيس دو تياتر اي تري امبورطونت. بوركوا؟ حيت الا ما فهمناش هاد لي 4 ايتاب اللي سبق وشرحت لكم، ما يمكنش نزيدو نفهمو حاجه اخرى. وان شاء الله في لي فيديو الجايين غادي نحاول نشرح لكم كل ايتاب بوحدها وشنو هما لي فونكسيون، يعني الادوار ديال كل فاز. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تخليوا لي جيم الى عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تخليوا لي لي كومونتير ديالكم، كتشجيع وكدعم لي في نفس الوقت. لكن كان عندكم اي مشكل ولا اي تساؤل بخصوص شي مرحلة، انا هنا باش نزيد نبسط لكم اكثر واكثر. نخليكم دابا، مع السلامة، ا بيانتو.